مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظهيرة. فاز الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس دي بي إتنو بالانتخابات الرئاسية التي جرت بداية هذا الأسبوع بعد حصوله على 61% من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية المؤقتة المعلن عنها اليوم. وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الرئيس المنتخب تفوق على رئيس الوزراء وخصمه الرئيسي آسيون جار ماسرا سوكسيا الذي حصل على 18% من الأصوات. للمزيد عن دلالات هذه النتائج ينضم إلينا الأستاذ الدكتور علي يحيى قوجة، الدكتور المحاضر بجامعة آدم بركة بمدينة أبشا بتشاد. أهلا بكم سيد قوجة، أرحب بكم. هل تشكل النتائج المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد مفاجأة برأيك؟ طيب، تحية لك ولكل المشاهدين الآن يتابعوننا في هذه اللحظات. نحن يعني الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشاد هذه غير معلومة جدا، والنتيجة كانت بديهية جدا أن رئيس الفترة الانتقالية محمد إدريس دي بي إتنو هو الذي يحقق الفوز الكاسي على بقية المنافسين له، وهو أحرز نسبة متقدمة 61%. فبرأيي أن هذه النتيجة متوقعة ومعروفة، ويعني حتى قبل النتائج نحن نعلم تماما أنه سيحقق النتيجة بهذه الصورة، وأنه يحرز أنه يتحصل على هذه النتيجة، ويمكن أن يكون هو رئيس الجمهورية لجمهورية تشاد في هذه الانتخابات للمرحلة أو في الجولة الأولى. فقط هو الذي يتحقق على هذه النتيجة، إلا أن منافسه الرئيسي ورئيس وزرائه الدكتور سيكسي مصر هو ما كان توقع أن مثل هذه النتيجة تحصل، وهو إلى اللحظة هذه لم يتحدث ولم يتكلم ولم يتبوه بأي كلمة. ما زال هو والمتعاونين معه أو الناس الذين ينتسبون إليه ما زالوا لم يتبوهون بأي كلمة، نتيجة لأن هذه النتيجة ما عجبتهم بالدرجة الأولى، وأن هذه النتيجة يرون أنها مضللة، ثم أنهم يرون هذه النتيجة ما كانت فيها شفافية معلنة، لأن الشيء المقدر في السابقة أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستعلن في 21 من الشهر الجاري، إلا أن تفاجؤوا فجأة مباشرة أنه تم تقليص هذه الفترة من 21 إلى يوم 9 يوم أمس فقط أعلنت النتيجة. فهذا محمد إدريس دي بي إتنو هو يتوقع أن يحصل على هذه النتيجة نتيجة لعدة أسباب. السبب الأول أن الأرضية أو نسميها البنية التحتية لمحمد إدريس دي بي إتنو كانت ثابتة، لأنه يدعمه الحزب الحاكم الذي يترأسه والده، وهؤلاء الناس هم الذين شرزموا أو هم الذين تمسكوا بكل فصائل الدولة، فلذلك هم دخلوا في الانتخابات الرئاسية في الحملة الدعائية بكل قوة وبكل صلابة، وأنفقوا فيها المليارات من الفرنكات الإفريقية، ولذلك ممكن أنهم يتحصلوا على هذه النتيجة وبهذه الصورة. ما الذي يعنيه حسم هذه الانتخابات من الدور الأول؟ الذي يعنيه أن هذه الانتخابات كانت من الدور الأول لأن النتيجة كانت معروفة مسبقاً. ليه معروفة مسبقا؟ الناس الموجودين في المجلس الدستوري هم تلقائي أنهم أتباع النظام السابق. الناس الموجودين في المجلس الدستوري هم الناس في 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 في, في النظام الحاكم نفسه، معناته مفاصل الدولة هم يترأسها أو يتواجد فيها الناس الموجودين في الحزب الحاكم، فلذلك بالطبع أن النتيجة ستكون في الدور الأول لصالح محمد إدريس دي بي إتنو. هل يشكل إعلان النتائج من الدور الأول بهذه الصيغة والطريقة أيضا التي تم بها تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية في حد ذاته نجاحا لتشاد في هذه المرحلة؟ والله في الحقيقة أنه يكون هذه النتائج وهذه الانتخابات التي جرت تمثل الديمقراطية التي تنشدها تشاد، وتشاد تختلف عن بقية الدول الأخرى المجاورة في مسألة الديمقراطية، فكثير من الدول ما زالت إلى اللحظة هذه ما زالت في مجالس عسكرية تحكمها، إلا أن تشاد قطعت شوطا كبيرا في هذه الفترة، ولذلك الفترة الانتقالية الأولى تم تمديدها وحصلت اتفاقيات وحصلت إجراء انتخابات تتعلق بالدستور وغير ذلك، فلذلك الانتخابات التي جرت الآن تمثل روح الديمقراطية التي ينشدها التشاديون بصفة عامة وينشدها الأفارقة بصفة خاصة. ماذا عن ردود الفعل لدى المرشحين؟ أنت ذكرت أن المنافس الرئيسي الذي حصل بالكاد على 18.5% حسب النتائج المعلنة لم يتحدث ولم يعرب عن موقف بعد ذلك،
ما هي ردود الفعل؟ شاهدنا أيضا مشاهد للفرح في العاصمة التشادية بعد إعلان فوز الرئيس ديبي، هل يترجم ذلك نوع من الرضا بهذه النتائج ونوع من التطلع إلى مرحلة جديدة؟ حقيقة الرئيس الوزراء الدكتور سيكسي مسراه كان يوم أمس يعني قدم خطابا على المجتمع أو على الأمة التشادية، وقال أنه لا يمكن الحديث إلا الحديث عن صناديق الاختراعات. فلذلك طالما أعلنت النتيجة وحتى طالب من أصحابه وطالب من الناس الذين يتعاونون معه أنهم يطالبون يعني بحقوقهم بالطرق السلمية، هذا يوضح لك أنه يمكن أن البعض منهم فكر في أنه يعمل مسيرات ويعمل مظاهرات ويعمل تكسير كما كان له في السابق أيضا دراسات بهذه الصورة. فلذلك ردود أفعال رؤساء الأحزاب الثانية أو الناس المترشحين، ما زال رئيس الوزراء الأسبق أو بهيمة بتكالبير هو الذي أعلن وقال أنه راضي بهذه النتيجة وهو أحرز الدرجة الثالثة من الانتخابات الرئاسية. إلا هل تحدث الرئيس الجديد لحد الآن إلى المواطنين؟ نعم، هل هناك خطابات أو مواقف جديدة للرئيس المنتخب السيد إدريس محمد إدريس ديبي؟ محمد إدريس ديبي إنه الرئيس المنتخب السيد محمد إدريس ديبي إنه مجرد قدم تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه شكر الناخبين له وشكر الأمة التشادية على روح التفاني والديمقراطية والاختراعات وغير ذلك، شكر المواطنين بهذه الصورة، إلا أن أنصاره فعلوا حاجات ما كانت متوقعة. يعني أطلقوا ملايين الزخائر الحية على ترحيبا في الهواء، فلذلك هذه الزخائر أصابت الكثير من سكان المدن سواء في العاصمة جمينة سواء في العاصمة الثانية لتشاد وهي مدينة البشا وفي العاصمة الاقتصادية منذ، فلذلك أطلقوا عدد كبير من الطلقات النارية يعني يفرحون بها ويتبوحون بها يقول أنهم ناجحون في هذه الانتخابات، إلا أن رئيس الجمهورية المنتخب محمد إلى الآن لم يقل كلمة بهذا الخصوص. طيب، هل تبدو لكم معالم المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس محمد إدريس ديبي يعني في إطار نوع من الاستمرارية للأسبقيات المرتبطة بتدبير الأمن، بترسيخ هذا الأمن والاستقرار، وأيضا مباشرة الأوراش التنموية في تشاد التي تتطلع إليها السوق؟ والله حقيقة أن محمد إدريس ديبي فاز وبالفعل أنه متوقع أنه يفوز، لكن الرهان أمامه كبير جدا جدا. التحديات التي تواجهه في هذه المرحلة التي تأخذ 5 سنوات هذه الرهان كبير عليه جدا جدا، لأنه قطع يعني وعودا ما كان يقولها وهو تبوه بها في أثناء الحملة الانتخابية. فلذلك أكبر رهان الذي يواجهه هذا كيف يلبي ما قاله للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية، ثم أن فترته هذه تميزت بحالة اللا استقرار اللا أمن، الحروب الجانبية الحروب القبلية الاشتباكات المتقطعة خدمات التنمية الرديئة المظاهرات التي تطلع هنا وهناك الإضرابات المتكررة للجامعات والمدارس والمستشفيات أو جميع المرافق العامة للدولة، هذه فترته الانتخابية السابقة تميزت بهذا. فلذلك الرهان الموجود أمامه كبير جدا جدا أمام محمد إدريس ديبي على أساس يحقق تلك الهجان. شكرا جزيلا لكم دكتور علي يحيى قوجة، الدكتور المحاضر بجامعة آدم بركة بمدينة أبشا بتشاد. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.